مرحبا بكم البنات، ان شاء الله تكونوا ملاح. نتوما تشوفوا في الفيديو تاع اليوم، الفيديو تاعنا حنديروا فيه وصفه تاع الجواز، يعني نوعوا شويه. هذا الجواز يجي كي تشغل ظلمه بصح بلا خضره، وهذا الجواز فيه يعني ثلاث خطوات. الخطوه الاولى نديروا المرقه تاعنا اللي هي مرقه بيضاء، الخطوه الثانيه اللي نديروا هي ليبول تاع الجونداشي، والخطوه الثالثه حنديروا دجاج تاع البطاطا. يعني هذا النوع ولا هذا التغيير تاع الجواز حيكون على البطاطا. حنا ما في البطاطا ينقلوها نديروها داخل جواز الطيب، بصح هاد المره رانا حنديروها يعني عجيجات. نبداو دوكا بالنسبه للمكونات، نبداو بالمكونات تاع المرقه اللي هما بزاف سهلين. يعني عندي الحاجه الاولى اللي هي البصل، عندي هنايا حبه تاع بصل كبيره قطعتها مربعات، يعني من الاحسن ما تروحوهاش رقيقه بزاف خاصك كي تخرج الماء تاعها يجي مر. هنا عندي بصله قطعتها مربعات. مكون تاني اللي هو المعدنوس قطعته توتان، والحاجة الثالثة اللي هي الجلبانة، عندي هنا نص كاس تاع الجلبانة. يعني دوكا واش عندنا في المرقة؟ جلبانة، بصل، معدنوس. نبدأ دوكا نوجد المرقة تاعنا، أما ذاتيك ندورو لحاجات واحد أخرين. هنايا في قدرة ولا في كسرونة درت مغرفه كبيره تاع السمن، يعني تقدروا ديروا الزيت ولا تحبوا ديروا الزبده كيما تحبوا، انا نحب نطيب بالسمن. ندوبوا شويه، موراها حندير البصل. نخلوه يتقلى شويه يعني يتحمس يمد الدوق تاع البصل. كي تشوفوه دبال نزيدوا عليه المكونات الاخرى. حندير هنا الجلبانة، ونزيد المعدنوس، نحركهم مليح ونقص عليهم النار، يعني ما تشعلوش عليهم النار حتى يتحرقوا، نقص عليهم النار ونغطيهم يعني باش يدبال في راحته. كي تشوفوه باللي بدا دبالت الخضرة نزيدو نقلبوها مليح. وهنايا انا رايحين نمرقوها، يعني المرقه ما ديروش بزاف باش ما تجيكمش جاريه. انا هنا درت زوج كيسان كبار يعني نص ريتلا. ما ننساش نديروا الملح والفلفل الكحل، يعني انا درت غير الملح والفلفل الكحل، تحبوا ديروا لي زيبيس واحد اخرين براحتكم. هنا المرقه كملناها، دوك من الجهه الاخرى نبداو نديرو الكوارت تاع البيونداشي ولا اللحم الملحي. الحاجه الاولى اللي نسحقوها اللي هي البيونداشي. انا هنا عندي اللحم ملحي، تحبوا نتوما ديروا دجاج ملحي ولا اي حاجه كانت عندكم، ولا تقدروا تستبدلوا اللحوم هادو بالدجاج يعني نورمال ولا باللحم قطع تاع اللحم يعني كما تحبوا. انا حبيت ندير كورات، حبيت ندير كوريات. عندي هنا معاها بصل، هنا عندي نص حبة تاع بصل صغيرة قطعتها، ونزيد معها حبة تاع بيض باش نلمو الفيونداشي، يعني باش الفيونداشي تاعنا ما يجيناش يابس، يجينا شوية خفيف. حبة بيضة، وهاد الحبة مانيش نديروها كاع. عندي هنا زوج مغارف تاع رز، يعني نغسلوه مليح ونخلوه ينشف. وعندي معاها شويه تاع معدنوس، يعني كيما على بالكم بلي المعدنوس يمدق بزاف بنين في الطياب. وعندي هنا الثوم مسكرفج، ولا تقدروا حتى ديروا لي زيبي تاع الثوم ولا ثوم غبره ولا بصل غبره كيما تحبوا واش كان عندكم. هنا يعني واش عندنا في هاد لي بيات؟ عندنا فيونداشي ولا بولي اشي، حبه تاع بيض، الرز، البصل، المعدنوس، والثوم. دوكا نبداو نوجدو الكرات تاعنا. هنا نجيب ريسيبيون نخدم فيه، ندير فيه فيونداشي، ونزيد عليه المعدنوس والرز والثوم،
والبصل. يعني قبل ما نديرو البيض نحركو هاد المكونات قبل وحدهم باش يتخلطوا مليح. وما ننساوش ندير لهم تان الملح، فلفل الكحل والقرفه. تحبوا لي زيبيس تاع فيوندا شي ديروا كيما تحبوا. اذا درتو دجاج ديروا لي زيبيس تاع الدجاج ولا الجومبو. هنايا مول ما خلطتهم مليح نكسر هذيك البيضه، نخلطها مليح ونبدا ندير منها غير بشويه، يعني ما نديرهاش كاع، ندير بشويه. خصو كان نديرو كاع ويجيني جاري ما راهوش حيشد لي في المرقه، يعني ندير شويه. ومن الاحسن تخلطوا بيديكم. انا هنايا درت نص حبه تاع بيض، ما درتهاش كاع. نكمل نخلطهم هنا بعد ما شكلتهم على شكل كرات. نديرهم في المرقه باش يطيبوا، يعني لازم المرقه تكون غلات. ندير لي بول، ونغلق عليهم ونخليهم يطيبوا. ومن جهه واحده اخرى دوكا نبداو نوجدوا العجينات تاع البطاطا تاعي. اول حاجه نسحقها اللي هي بطاطا مسكرفجه. انا هنا ديت ربع حبات تاع بطاطا، قشرتهم غسلتهم وسكرفجتهم، بصح كي سكرفجتهم عصرت لهم الماء تاعهم، يعني هذاك النشا تاعو نحيته. هذا النشا تاعو اذا جاتكم المرقه خفيفه بزاف تقدروا ديروا من هذاك الماء تاع البطاطا ديروها في المرقه تعقد لكم. عندي زوج حبات تاع بيض، يعني بالك من زوج بالك حبه زوج ولا ثلاثه على حسب الكميه تاع البطاطا اللي درتوها حتى تتلم لكم. عندي تان نص حبه تاع بصل صغيره مقطعه مربعات، ولا تحبوا تسكرجوها كيما تحبوا. معدنوس مقطع، شويه تاع ثوم عالدوق، وعندي فرماج مقطع. انا عندي ثلاث فرماجات قطعتهم مربعات، بالاضافه الملح فلفل الكحل فرينه وحليب. يعني دوكا واش عندنا كاع؟ بطاطا، معدنوس، فرماج، البصل، البيض، والثوم، ملح وفلفل الكحل، فرينه والحليب. نبداو دوكا نوجدوا العجينه تاعنا. هنا تقدروا تبدلوا في بلاصه البطاطا ديروا زرديه مسكرفجه ولا قرعه مسكرفجه، ولا تحبوا ديروهم في ثلاثه كيف كيف. انا حبيت ندير بطاطا وحدها. ندير عليه البصل، يعني نخلطوهم كاع كيف كيف. ما عدا يعني الفرماج ما نديروش مع الاول، خصو كان نديروه مع الاول ونقعدو نخلطو في البطاطا راهو حيتفتت كاع. هنا نبدا ندير الفرينه والحليب كيف كيف. خصو كان ما نديروش الفرينه والحليب العجينات كاعكم حتقلوهم راهم حيتفتتو، بصح كي درنا لهم الفرينه والحليب والبيض راهم حيولو كي تشغل عجينه. انا هنا درت بيضه، كي نحرك نزيد نشوف. زدت الحبات تانية، يعني انا شدت لي غير زوج حبات. هنا نبدا نشدها بالفرينه والحليب. هنا شدت لي انايا خمس مغارف تاع فرينه، ربع مغارف تاع فرينه وخمس مغارف تاع حليب. الملح وفلفل الكحل، وتقدروا ديروا تان ثوم غبره ولا بصل غبره. هنايا نتوما وين تشوفوا وين تعرفوا روحكم باللي خلاص لحقتوا القوام المضبوط، كي تقدروا تشدوها، يعني كي ترفدوا بالمغرفه هذه الحشوه ما راهيش حطيح لكم ولا تتفتت، حتقعد محكومه. هنايا دوكا كي كملناها نكونو سخنا الزيت تاعنا، ونبداو نرفدو البطاطا هذه بالمغرفه ونديروها في الزيت، يعني نقلوها كي العجينه عادي.
مع الاخر كي تلحقوا لهذاك القوام نتاعكم زيدوا له الفورماج كما قلت لكم باش مع الاول ما يبداش يتفتت باش يقعد شاد روحه يعني كما قطعناه. هنا كما راكم تشوفوا الحشوه تاعي ولا العجينه شدت روحها. هنا المرقه بعد ما كملتها كما تشوفوا المرقه اختارت ولا عقدت، ومن جهه واحده اخرى العجينه تاعي راهم طابوا كما راكم تشوفوا، يعني ما حرقتهمش بزاف وما خليتهمش خضوره، يعني كي طيبوهم النار تاعكم ما تشعلوش عليها بزاف باش ما يقعدوش خضوره من الداخل. يعني هذا هو الشكل ولا البلا تاعنا تاع اليوم كما راكم تشوفوا، يعني جواز بزاف خفيف وسهل، ونوعوا شويه ماشي دائما نديرو متوم ولا دولمه، يعني هذه المره خلطناهم. وهذا هو الطبق تاعنا تاع اليوم، ان شاء الله يكون عجبكم، واذا عجبكم ما تنساوش تضغطوا على الجيم وتشتركوا في القناه وتعطوني رايكم اذا سييتوه ولا ما عارفين ولا بالك تعرفوه، عطوني رايكم اذا ما عارفين ديروه، وما تنساوش تبارطاجيوه مع اصحابكم اللي يحبوا هاد النوع تاع الجوازات ولا بالك كاش وحده ما تعرفش جوازات هكا جدد. وانا نبقى لي غير نقول لكم سلام.